حكاية الليلة غادي تعجبكم، لأنه هذه المرة ورغم أنه الأب صارم شديد إلا أنه الصرامة ديالو ما غاديش تأثر على العلاقة بينه وبين بنته، وغادي يعتقها من جحيم اللي فرضوا عليها. وصراحة كان أب في المستوى، لأنه في نهاية الحلقة غادي تكتشفوا معنا هالشي. حكاية اللي تقدر تعيشها أي وحدة منا، وربما شي وحدة كتسمعني دابا عايشاها، لكن الفرق الليلة هما الوالدين، يتعزوك يتذلوك. ما تمشوفين وبقاو متبعين معي حلقة الليلة، لأنكم غادي تستفدوا منها ككل مرة. سلام سلام، ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانيه، احوالكم طيبه، المؤنسه تجيكم في الكوزينه، في الخدمه، في الاشغال، في اي حاجه عادت اليكم من جديد. اذا عندكم شي حاجه ما ديروها جبدوها، لانه حلقه الليله غادي تكون شويه طويله. اذا كنتي جديد على القناه نقول لكم مرحبا بك، واذا كنتي من اهل الدار كيف العاده الجمله الشهيره ديالنا الدار دارك. فخير ما تعطلش عليكم اكثر، ونقول لكم يلا لنبدا. انا كنتمي لاسره محافظه، واللي حالتها الماديه متوسطه. كبرت ما بين والديا وما بين خوتي. والديا كان واحد الناس اللي هما شداد، اللي كنت متعايشه مع الوضع بحالي بحال كلشي. وانا عندي 12 سنه، في السادس بالضبط غادي نقاطع على الدراسه ديالي بالاراده ديالي، ورغم انه والديا كانوا ضد. غادي نبقى غير في الدار معاونه ماما، حتى درت السن ديال 17 سنه، اللي هنا غادي تقدم لي واحد الشاب ميسور وبداره، ولكن كان اخواني اللي غادي يشرط عليا الخمار. غادي نرفض، حيت قلت لا انا باغا نلبس. مع والديا كانوا صعب معايا، وما تيخليونيش نخرج الا بجلابه ونلبس واحد الزيف اللي هو طويل. فانا بغيت انني نتزوج بشي حد اللي نكون معاه حره وندير اللي بغيت. رفضتهم شاف حاله، غادي يجي من موراه واحد اخر وعاوتاني واحد اخر، واللي كانوا ميسورين ماديا، ولكن انا كنت ككل مره كنرفض، وبحال هكا يكون عندي واحد التخوف انني نتزوج. فعلا انه انا ذا كانت عندي 17 سنه، لكن المظهر ديالي كان تا وحده اللي عندها تقولوا 24 سنه. والديا كانوا مزيريني بزاف، وكان تيعجبني المكياج، ولكن ممنوع ليا، ولو غير الكريم كان ممنوع، والتليفون حتى هو كان ممنوع. والديا كانوا حاضرين معايا بزاف وقاصحين. كانت عندي واحدة عمتي متقربة منها، وما كانش مفاهمة مع ماما، وكانت ضد في ماما كتقرب مني ودير معايا أمور اللي هما زوينين باش أنا نبعد من ماما. فعلا غادي نتقرب منها، وبعدت من ماما، وكنت مصاحبة معاها بزاف. غادي ندير 20 سنة، وهنا غادي تقدم لي واحد الشخص واحد اخر، اللي كان صاحب بابا، خدام معاه في نفس البلاصه. غادي يدوي مع بابا في التليفون ويقول لي راه كاين واحد خمراتي اللي بغى بنتك، اذا كنتي قابل راه ميسر ماديا غادي تهلا فيك. المهم كلا ليه مخو بالهضره، قال لي بابا واخا حتى نتلاقاو وندويو. خواتاتو غادي تمو جايين مازال ديك العشيه على غفله بلا ما يعلموا ماما، وبلا مازال حتى بابا انه يتلقى بهم. جاو خواتات العريس اللي ما عرفتهمش ماما في الاول، ماما دخلتهم ورحبت بهم، وهما التعامل ديالهم كيفاش كان معنا تقولوا هذه هي العائله اللي تكونوا تهزوها ما بين عباد الله. ماما عيطت عليا نهيله، انا دخلت لعندهم، دخلوا لخاطري ومقبولين، غادي يوريوني التصويره ديال ولدهم، ولكن ما عجبنيش. ولكن هذه المره دارنا ما غاديش يتسوقوا للراي ديالي، وحتى انا ما غاديش نحكر باش انني نرفض. حدي قلت لهم لا وصف، خصوصا انه بان ليا بغى، وسمع بلي انه ساكن في واحد المدينه با كتعجبو ولاباس عليه وخدام مزيان، بان لي بلي انه كيتعاملوا معنا مزيان والله يعمرها دار. غادي يقول امي انا خصني نمشي نشوف هما فين ساكنين، ولكن امي رفضات، قالت ليه شوف حنا بغينا نديرو غير الثقه والنيه. سولني با شنو قلتي في هذا الموضوع، انا قلت ليه بلي انني ما بغيتش، ولكن في الاخير ديروا اللي هو مريحكم، ولكن قبل ما غادي نعطيوهم الرد ديالنا غادي يزربوا علينا. هو غادي يجي لعندنا، شفتو وعجبته، وانا باقا صراحه ما مقتنعش به وما دخلش ليا لخاطري، وتيقول لي قلبي راه هو انسان خايب، ولكن حاولت نتجاه كاع دوك الاحاسيس، وشرطت عليه واحد الشرط انه تعطيني واحد شويه ديال الوقت بين ما نولفك. وهو قال لي بلي انه اذا قبلت عليه حتى هو عنده شرط واحد، واللي هو غادي نسكنوا مع والديه حيت ما يقدرش يتخلى عليهم، كاينه غير موبا. انا بطبيعه الحال ما كانش عندي مشكل، وهو قال لي واخا الوقت كله ديالك، ولكن مشى وما كملش 15 يوم. جات اختو بقات علينا، عطيني العبار غادي نديرو لك زوج قفاطن، زوج هادي وزوج هادي، وحنا راه جايين نديرو خطبه رسميه. انا تصدمت، ما بقيتش عارف شنو ندير. والديا تحمسوا وبغاو، وعماتي وخوالي كلشي فرحان وكيتجارى. انا تخربقات عليا الوقت غير تنشوف وما فرحانه بحتى شي حاجه. داز 6 شهر غادي يجيو باش اننا نديرو العقد. مشيت انا وامي وبا وهو وخوتو وامو لعند العدول. كنت حاسه براسي بحيله ناعسه مبنجه ومقدراش نرفض. عند العدول با غادي يطلب ليه واحد المبلغ بسيط كصداق،
ولكن رفضوا وعطوه مبلغ صغر منه بزاف. غادي يزربوا عليه واش بغيتي المعقول ولا الفلوس، لا بغيتهم يبقاو غير في الوراق، وانا بنتي راه ماشي دايرها للبيع. المهم غادي يوركوا عليه حتى قنعوه وقبل، وغادي يقبل باب داكشي اللي عطاوه. جينا للدار ولا غد ليه غادي تكون الخطبه ما بين العائله. با قال لهم حالتي الماديه هاد الساعه راه ضعيفه، تعاونوا معايا في النهار ديال بنتي. تخيلوا قالوا لي عرفتي شنو فلان، ما طيب ما والو، حنا غادي نجيو واكلين. لكن با ما عطاتوش نفسه، وانا فاش شفته تزير غادي نعطيه الفلوس ديال الصداق ديالي بكامل ارادتي اللي كان واحد المبلغ اللي هو صغير بزاف. دار لهم العشاء، ولكن هما فاش غادي يجيو جوع بزاف، وجابوا معاهم الحوايج والخاتم ديال الزواج اللي اختو اللي غادي تختاروا ليا، خاتم اللي كان صغير بزاف بحال اللي كيتفلاو عليا. المهم درنا ديك الجلسه وما كانش عاجبني الحال واللي كانت باينه على وجهي. دازت شي ايام، واحد صاحبتي ديال الابتدائي غير عرفتني باللي انني درت العقد جات لعندي. لاباس نهيله؟ لاباس، فين غبورك؟ هانيه كلشي بخير. مبروك عليك نهيله، وليني غير بغيت نقول لك بيناتنا واحد الحاجه، شي داك السيد اللي تزوجتي به راه فايت ليه مطلق. اويلي اش كتقولي؟ اييه مطلق وشمكار وتيكمي وراه كان خاطبني. تصدمت وبقى فيا الحال، وغادي نسول اختو واش تيكمي، قالت لي لا خويا راه ما تيكميش. ما عرفتش كيفاش نسيت هذا الكلام وما جبتوش معاهم. وديك الساعه كانت الوقت مزيره مع كورونا، وخاص الترخيص اللي فيه واحد العدد معين باش انه نخرجوا من المدينه للمدينه. حنا غادي نمشوا بالعدد ديالنا على اساس بلي اننا ساكنين في ديك المدينه وعندنا الدار تما. مشينا لدارهم وانا خايفه حيتاش ما كنتش مرتاحه ليه. مشيت مع عائلتي حتى لقينا راسنا داخلين لواحد الدار اللي في راسي انا والديا راه مدينه. طوموبيل غدا وسط العقابي والعجاجه ديال التراب. الطوموبيل اللي كنت فيها انا وامي كانت فيها اختو. درت عند امي وقلت لها شفتي المدينه؟ حتى كنقرا في واحد البلاكه دوار فلان. امي غادي تحضر عينيها، ما قدرتش باقا تدوي، واختو غير كتشوف فينا. بقى فيا الحال وسلمت امري حيتاش عرفتو بلي انه هذا الشيء هو اللي كاين وخاصني نعيشو. دخلنا للدار كبروا بينا ولقاو لنا الحليب والتمر والزغاريت والنشاط. دخلنا للدار اللي كانت ما بيهاش وجلسنا. جاو لحقوا عليا بنات عمتي اللي غادي نطيح عليهم، وشدتني هيستيريا ديال البكا. كان بكي كان بكي بغيت نموت. ملي شافني با تنبكي غادي يبقى فيه الحال، وبكى حتى هو وندم حيتاش ما خلانيش نختار وهو اللي اختار ليا. وهنا اول مره غادي نشوف با يطيحوا منه الدموع. بقى فيا زيت راسي وانا نقول غادي نصبر على ودو باش ما نجرحوش. سكت وسلمت امري لله، ما عندي ما ندير. تعشينا وكلشي ناضي نعس. دخلت لبيتي وانا هزه الهم لديك الليله كيفاش غادي تدوز مع واحد الشخص اللي انا ما باغاهش. غير هو دخل عليا انا جمعتها بوقفه وغادي نرجع للور، غادي تقرب مني وغادي نبعد مره اخرى. سولني واش ما باغانيش؟ لا لا صافي شفتي يا نهيله انا ما غاديش نقرب منك غير ارتاحي. ولكن انا والو، هو تيجلس انا تنوقف، هو تيوقف انا تنجلس. بقى معايا بالهضره حتى تبتني وجلست. كان ديك الساعه شي 12 ديال الليل، اقترح عليا يلا نخرجوا شي قهوه. لا لا غير خلينا فلان مرتاحه. بقينا ديك الليله كلها بحال هكاك، غير شعل الضو، غير هو كيتحرك انا كنجمع الوقفه. غادي نعس في الارض وانا في الناموسيه. بقينا على ديك الحال حتى صباح الصباح. غادي يجي وقف عليا، نهيله ديري معايا شي حل، واش بزو عليك؟ واش ما بغيتيش؟ واش ما بغيتينيش؟ لا لا حتى شي حد ما بزز عليا، انا اللي بغيت با يختار ليا حيتاش ما بغيتش نعطيه. هو بغاك وانا ما بغيتش نكون ضده. وكيفاش هادشي اللي كديري معايا؟ لا شوف فلان انا عندي فوبيا من الرجال، ما عنديش معاهم حيتاش ما كنتش نخرج، وعافاك دابا صبر عليا واحد الشهر بيد ما نولفك. اذا انا تقديت معاك هو هذاك، اذا لا دير اللي بغيتي، خذي راحتك ماشي مشكل. بقيت انا وياه هكاك، وقت ما هو تقرب مني انا كنرجع للور، وقت ما شد ليا في يدي انا تنحيدها ليه، لدرجه كلشي كيشوفني بلي انا اللي ما باغاش. ماما ومو واختو اللي كانت عندها 36 سنه وانا عندي 20 سنه، كل مره واحد منهم كان كيغوت عليا علاش مازال ما تقربتيش منه. حتى من ماما لدرجه انه ضغطات عليا فاش كانت غادي تمشي في حالها، فرحت وما سلمتش عليها حيتاش كلشي وترني وكيتسناو الصبوحي ديالي اللي انا كنت رافضاه. حتى حد ما فهم بلي انني راني خايفه منه ومازال ما تقبلته كزوج. دازت مده ودارنا رجعوا في حالهم، صلى النشاط والزغاريت والضحك، وبقيت معاه هو وعائلته الراس في الراس. واحد النهار غادي يصدمني ويقول لي شوفي يا نهيله انا راني مبلي. كيفاش واش كتكمي؟ لا انا تنديرهم كاملهم. تصدمت حيتاش انا ما فراسيش داكشي وما قالهاش ليا، غير سمعت عليه ولكن ما تيقتش. مشيت عند اختو وقلت لها تبارك الله عليك فلانه، كون غير قلتيها ليا دابا كاع ما غادي نتحاشمو. قالت لي ايوا حتى انت غادي تكون حسن ليك. ما فهمتش هذه الجمله. وزيدون حنا رقلناها للباك، عيطت لبا سولته قال لي لا راه قالوا لي كنتيكمي فاش كان صغير وشحال هذه قطعوا. انا فاش ندوي معاه تيقول لي لا راني باقي تنكمي. تليفوني ما بقيتش عارفه شكون تيكذب وشكون تيقول الصراحه، واصلا هذه هي الحقيقه.
دازت 15 يوم وحده اخرى، رجعت اختو في حالها للدار وغادي نتصدم مره اخرى، حيت كان عند بالي بلي انني غادي نسكن مع شيخي وحماتي فقط، حتى غادي نلقى اختو وحده اخرى وخوه وعمته، اربعه ديال الناس خلي يخبوهم عليا. اخيرا سلمت امري للواقع ورضيت باللي عطى الله، وبديت كنتقرب منه شويه بشويه حتى ولفتو وبغيتو، وحتى هو ما كانش كيجلس اذا ما جلستش انا، وكان كيتعامل معايا مزيان والخاطر والحنان حتى تقرب مني، وولينا بحال كاع الازواج كاملهم. بديت كنتسناه بفارغ الصبر فوقاش انه يخرج والديه ونجلس انا وياه راس الراس في الدار. غادي تفوت 3 شهور الاولى وهنا غادي يبدا يقول لي انا باغي الاولاد، واخا انا ما كنتش باغاهم، وهنا بحاله كان عنده شي هدف وصل ليه. داك يغضب عليا ما بقاش كيتصرف معايا مزيان، وغير تنشقى في ديك الدار وتنعيا. امو كانت كتحاول انها تجبد معايا المشاكل علما انه اللي طلباتها مني كنت نديرها ليها، وهنا فين غيبداو المشاكل ديال بصح. امو غادي تقول ليا سيقي صبني نقي مسحي عجني، الا الطياب طياب هي اللي تكلف به، وانا اصلا مولفه بلي انا ماما هي اللي كطيب، فخليت لها ديك المهمه بكل فرح. في شهر الرابع من الزواج امو كتخليني نقي الفروينه والشقه ونسيق ونحك الدنيا نهار ومطال، وانا ما مولفاش بداك الشيء. ودارهم كبر من دارنا وبنادم كتير وكل شيء بغى ياكل كل ساعه، وخاصك تغسلي الماعن وتعجني وتصبني، خاصك ديري كل شيء، انا اللي كنت مكلفه بداك الشيء. امو كانت غير كتسمعو جاي اولا كانت كتسمع الضياف جايين كتبدا كدير القوال، كتجلسني مع الضياف وهي كتنوض كتشقى، وانا ما كنتش كنفهم في هاد القوال حتى شي حاجه، فما ديت ما جبت في والو وغير حاضره راسي وما فياش الهضره. هو تيبقى غير يشوف فيا وما تيبغينيش، علاش امو كتشقى وانا نجلس؟ هي كدير دوك التصرفات باش تبان عند ولدها بلي راني ما كنشقاش بمرتك، ولكن غير هو تيخرج كتبقى كتقول ليا سيقي صبني غسلي الماعن، وهي كتجلس. عندهم الغدا مع السبعه ديال العشيه، تخيلوا ما كايناش ديك القضيه انك تاكلي وقت ما بغيتي، خصوصا انا وخرى الخير موجود، هي اللي كانت كتصير وهي اللي كانت كطيب، وقت ما بغات وقالها لها راسها كتحط. واحد النهار غادي نقول لها خالتي راه حنا مولفين في دارنا الغدا مع الزوج، ما نقدرش نصبر حتى السبعه. لا لا انت باغا تاكلي بلا ولادي، انا ما كدوش ليا الماكله بلا بهم. بدات كتغوت عليا، تقبلت الامر ديالهم وقلت صافي ماشي مشكل، واخا عطى الله الخير، ولكن هي كانوا تيعطوها الفلوس باش انا تصرف، كانت بدورها كتحاول تشيط منهم لراسها باش تشري الذهب وتكسب بناتها، مع باقا ليها واحد البنت وحده اخرى اللي هي عزبه كانت كتشري ليها وكتوجد ليها. اذا جاوا الناس انا اللي كنجلس معاهم، وهذا الشيء اللي كان معروف عليا عند كل شيء، ولكن فاش كيخرجوا حتى شي حد ما عارف بلي انا والله اللي عان بيا، الله اللي عان بهذه المخلوقه شنو كيدوز عليها. اش منك يا ماعن ويا تسياق. واختو كانت قاسحه معايا، واخا انا كنت معاها مزيان، واخت ما دور معايا اخوها كنت كنعطيها وكنعطيها حتى الحوايج باش انني نكسبها وما تبقاش معايا قاسحه، ولكن ورغم هذا الشيء اللي درتها ما كتعجبهاش. كانت الخمسه ديال العشيه كيدخلوا ولادها بزوج من الخدمه وراجلها، فهاد الوقيته هي كتنوض كدير الشلايض ودير شي مرقد غير وتسد عليها، وهما تيجيو تيشوفوها واقفه، حيت الصباح فاش هما ما كاينينش انا راني صياغت وصبانت ومسحت الركاني والماعن. فوقت الغدا كتعيط على بنتها تعاونها باش تحط معاها الطبله، وانا لا باش نبان بلي انني ما كندير حتى شي حاجه. وفاش كنقول ليها واش نعاونكم اخالتي كتقول ليا قدام ولدها لا بنيتي بلا ما نعذبك غير سيري جلسي. هو ما كانش كيبغي هذا الشيء، حيت هذا الشيء اللي كان تيشوف وهذا الشيء اللي كانت كتوريه بلي فاش كنطلعوا للبيت كيبقى يغوت عليا، علاش امي اللي كدير وانت لا، امي مسكينه اللي كتشقى وانت لا، ولا السيد مبدل. وايه غادي تطور معها القضيه حتى ولات كلمه زوج تناكل العصا، اللي ولات عنده بحال جغيمه ديال الماء. دخت وعييت ما تلبسيش هذه ما ديريش هذه ما تماكيش، وانا كان عقلي صغير وانا اللي درت غير واحد الكلوس لي كيف كنت كنتصرفق عليه، وفين ما دويت وقلت شي حاجه ما عجبتوش كان تيصرفقني. عمرني ما شكيت على والديا وعمرني ما قلت لهم راه شنو مدوزه عليا هي ولدها، ولا حتى هو عمرني ما قلت ليه امك راه كدير هادشي بالعاني. كنضل في تماره نهار كامل وهو تيجي تيقول لي اش كديري كاع، غادي كلشي تسيف عليا في ديك الدار، حتى من خو غادي يولي يتجرأ عليا ويغوت عليا حيت عارفني بلي انني عندي فوبيا من الغوات. خو اللي كان خدام في واحد الخدمه ديال الامن مع الدوله اللي كان معني بها وفرحان براسو، خو اللي كانت عنده السلطه في ديك الدار ما كنتش كنحملو حيت كان كيتصرف معايا خايب، كيبدا كيضرب الماعن ويدخل معصب. هاد خوه اللي كبر منه كان هو اللي كبر من راجلي، كان ديما كيتزوج وكيتطلق بسبب الاعصاب ديالو على ما قالو. داكشي كله كثار عليا حتى وليت كنطلبو عافاك تبدل، راه هادشي اللي كدير فيا انت وداركم واحد النهار غادي نمشيو وما نرجعش لها للجحيم. انا صابره لا ماكله في الوقت وصابره على الجوع واخا الخير كاين، وصابره على مو اللي كتهني في كل وقت واللي ما كتخلينيش نطيب داكشي اللي بغيت وتعطيني الشقه ديال المساعدات. هو صراحه كان تيخرجني مره في الاسبوع كيساريني، ولكن كاع الايام الاخرين كنت نعيشهم عذاب، يعني داك النهار ما تيبانش كاع. من بعد غادي نولي نكتشف بلي انا والدار فين حنا ساكنين راه ديال خوه، وهنا كتبدا كتقول لي
مو بغيتي تجلسي جلسي، ما بغيتيش راه خوه دار فيكم خير، كان بغى يجيب مرتو في الفصل فين كانت ناسي، ولكن حيتاش طلق خلاها لكم. انا راني عييت، غادي يقول لي اذا بغيتي تمشي سيري، واذا عندكم في داركم اللي عندنا غير سيري، حنا السي فلان راه واكلين في دارنا احسن منكم، نتوما ما عندكم والو، وباك ما خدامش شي خدمه اللي يهزكم بها، وداركم ماشي شي دار. بقيت غير كنشوف ويقول لي بغيتي نتبدل، اييه بغيت حاجه وحده، شنو هي؟ الولاد. انا ما غاديش نتبدل حتى تولدي معايا. انا بديت كندير كاع اللي في جهدي، وكناكل العشوب، وكندير لي شنو ما بغى، غير باش ما نتسماش باللي انني مطلقه، وهذاك هو الغلط فاش كنت غارقه. غادي نبقى ندير اللي قالوها ليا الناس، وغادي يمشي يديني ندوز لدرجه انه الطبيبه غادي تسولني شحال هادي باش نتي مزوجه بنتي، قلت لها 6 شهور. اويلي على 6 شهور وكتقلبي على الاولاد، راك يلا تزوجتي وباقي عليك الحال. دوزات ليا وقالت لي اسمعي بنتي راه ما عندك حتى شي مشكل، رجعت في حالي. غادي يدوز اسبوع وغادي يوقع ما بيناتنا مشكل، غادي تجي عندنا للدار ديك اختو اللي غير كتغوت، وتجي معاها واحد ولدها كبير اللي عنده ديك 14 سنه، اللي طيبوها ليه ما كتعجبوش وباغي غير المسمن، شي حاجه اخرى لا ما باغيهاش. وليت انا كل ساعه كنعجن ليه هذا المسمن، حيت انا اللي كنت مكلفه بالعجين. بعض المرات الناس ناعسه وكنوض نعجنوا ليه ونتهلا فيه، كان عزيز عليا وكنت كنعتبر امو اختي، واخا كانت كتغوت عليا ولكن كانت كترجع تحن فيا. هي صراحه ما كانتش مزيانه، غير انا لقيت والديها قاصحين معايا وشويه هي كانت كترخف ليا. بقينا بحال هكا حتى لواحد النهار قلت لراجلي راني بغيت الحوته فلان، مع قلتها كان دايز واحد مول الكروسه نتاع الحوت، وطلع لي راجلي من الشرم وقال ليه بلاتي بلاتي عافاك، سول هاد ولد اختو واش بغيتي الحوته فلان؟ لا خالي. عاود طلع ليه وقال ليه صافي اخويا حنا ما بغيناش. بقى فيا الحال وهنا ما غاديش نهبط من بيتي. امو كانت كتوجد ديك الساعه الفطور، قال لي هبطي تفطري، رفضت. صيفط ليا ولد اختو زوج مرات وبقيت مصره على الرفض، وغادي يطلع لعندي ويهز التليفون ديالي اللي فيه كانت ماما كتصوني، ضرب به الحيط، هزيته خبيته حيتاش ما تهرش، وحاول انه يضربني حتى جات امو دخلات وقالت لي لا ما تضربهاش. انا بقيت غير ساكته وكنشوف. اييه هادشي كله حيتاش طلبت من واحد الحاجه وما دارهاش ليا، وبقى فيا الحال وانا ديك الساعه كنت كنتوحم وما كنتش عارفه. المهم لغد لي غادي نوض يغوت ويقول ليهم ديو عليا الزبل حاشاكم، عيطوا على والديها وديوها عليا، رجعني بحيله انا اللي كنت نطلب فيه باش نبقى معاه، ولا بززت راسي عليه. وليت نشوف راسي عيب عليهم كاملهم في ديك الدار، كرهت راسي وقست نبكي. جات اختو عند امي بدات كتخوت عليها، بنتك ما بغاتش دير حل مع خونا، وشوفي شحال وهي معلقاه معاها وكدير ليه وتفعل ليه، وتسببات لخويا هرسه في يديه، هرس الزاج بيد ولا حالته على قباله. امي سكتات واخا كان في طبعها قاسحه وشديده وما كتسكتش لشي حد. انا في هذه الاثناء كنت ساده عليا في واحد البيت، وهو كان تيغوت وكيضرب الماعن وبغى زعما يخلعني ويحكم فيا، يعني يدير فيا هو عائلته اللي بغى. انا ما عنديش الحق انني ندوي ولا نجرأ مع شي حد فيهم. احترمت ليه والدي، قبلت عليه، صبرت على خوتو عليه، ولكن هو فاش حس بيا بلي انني هبطت ولا قبلت على هذا الوضع هو غادي يطلع للسماء. كان وراني واحد الوجه اللي كان كاذب في الاول، الشهر الاول اللي دوزت معاه قلت لكم بلي انا وكان حنين معايا، ولكن هادشي كله كان غير تمثيل، حيت فاش كنت تنقول ليه ياك فلان كنتي هكا وهكا تيقول لي اييه راه بزز مني كان خصني ندير هكاك، والا غادي ينوضوا يضحكوا عليا ويقولوا لي ما بغاتكش، على انا نخسر كاع رزقي وفي الاخير نقول لك رجعي لعند باك؟ ما يمكنش، خاصني ناخذ داكشي اللي بغيت. تصرفخت وتزيرت فاش اكتشفت صورته الحقيقيه، ناهيكم على البليه ديالو. المهم اختو غادي تقترح عليه باش انه يديني يدوز ليا قبل ما يدير حتى شي خطوه لقدام، اذا انا حامله هو هذاك، الا لا غادي نبقى معاهم. ديك الساعه بديت كنطلب الله انني نكون ما حملاش، حيتاش صافي عييت وبغيت نرجع لدارنا، ما بغيتش نولد معاه وبغيت ندير حل لراسي، اذا بغاني با هو هذاك، اذا لا انا غادي نخرج نخدم ندبر على راسي وما نبقاش صابره على الذل. مشيت عند الطبيبه وصدمتني حتى هي بلي انني حامله، انا اللي كنت ملهوفه على الحماله وليت مصدومه وتنقول لا يا ربي لا ماشي دابا. رجعت للدار وهو اللي كان ملهوف حتى هو عليهم ما دار حتى شي رده فعل. غادي نطلبوا انه هادشي اللي فكرتي ما بغيتوش، عافاك فلان يتربى بلا اب، سمح ليا واخا ما كنت دايره والو، اجي نبداو صفحه جديده، ياك باغي وليد صافي اجي نعيشو مزيان بلا ما تبقى تزيرني ولا تمرضني واخا. ولكن لا ما كانش واخا، حيتاش غادي يبدا العذاب هنا ديال بصح، غادي يهز عليا يديه من جديد والغوات والصداع اللي ما كانش كيتقاضى. والتقاليد ديالنا بلي انا والمراه اذا تزوجات ما كتمشيش للدار ديال والديها حتى كتكمل العام. انا غادي نطلبو باش انا نمشي لدارنا، حيت ديك الوقيته كان العرس نتاع اختو في المدينه فين انا تنسكن، حيتاش انا ديك الوقيته عييت وغادي نوض يتقدى ليا الفاكهه وغادي يعطيها لمو في يديها وما يعطيهاش ليا انا، زعما انا اللي معنيه بالامر. عطاتها الخصوصيه ديالي والتدويره ديالي كيف العاده، والصراحه ما ديت ما جبت، هو ما قالهاش ليا ولكن هي غادي تقولها ليا، راه نهيله فلان خلى ليا الفلوس
فلوس شحال خلى عليك؟ علاش باغا تعرفي؟ سكتت وحضرت راسي. مشيت تقديت انا وياها داكشي اللي غادي ندي. هو يقول لي عندك غير توصلي تقولي لهم ديوني لدارنا هي الاولى. لا حتى الا غدت لي عاد سيري. واخا ماشي مشكل. مشينا هو الاول عند عمته اللي كانت ساكنه حدانا، تلقاو ليا بالحليب والتمر ورحبوا بيا. لا غد ليه هزات مو الفاكهه اللي في الاصل جابتها لدارنا مع اللي تقدينا وفرقتها على ثلاثه، ولكن داك الحق ديال بناتها اللي جابت ليهم ما غاديش تقسمه وعطاته ليهم كيف ما هو، وانا عطاتني حقي اللي جا فيه خنيشه اللي غادي ناكلها غير بوحدي. مشيت لدارنا لا غد ليه وفرحات بيا ماما وعنقاتني وبقات كتبكي وكتقول لي سمحي ليا بحيلة يلا فقت من الناس وتند مع الحال حيت جلحتني لدوار والواحد الحالة اللي ما كنتش أنا عايشة فيها. بس لي على راسها وقلت لها لا لا مامتي داكشي راه خير مكتاب. بقيت تما اسبوع والحق عليا هو وغادي نحضروا العرس ديال اختو، وبحال ايها الناس خرجت انا وياه درنا تغدينا جا لدارنا قيل معايا فيها. من بعد غادي يديني لدار عمتو اللي كان قيل معاهم فيها ونعود نبات في دارنا. كنت كنتوحم والريحه نتاع الطياب ما كنتش كنستحملها. في دارنا بديت كنعتق روحي واحد شويه وكناكل حيتاش مو كانت مانعه عليا الماكله حيتاش كانت قرزازه. غادي نولف دارنا وطلبته نبقى شهر وهو يبغي. فعلا مشيت وبقيت. واحد النهار تناقشت انا وياه في التليفون وقال لي غدا غادي تجي. لا فلان درتي معايا شهر ودابا يلا 15 اليوم انا عاد ولات كدوز ليا الماكله وبديت شويه تنحس بالراحه. تناقشنا بديت تنبكي ديك الليله. ماما سولتني مال كان عيله ما حسيتش براسي حتى بديت كنبكي عليها وكنعاود ليها كاع داكشي اللي دوزوا عليا واللي ما كانش في اخبارهم. لحات عليا امي باش انها تقول هادشي كله ربا ولكن ما بغيتش حجاج. عرفت بلي انه ما غاديش يسكت ليهم واخا هكاك غادي تعاود كلشي لبا. وانا ديك الليله غير هزه الهم وعيني ما بغاوش يتسدوا ليا وغير كنتقلب في بلاصتي حيت ما باغاش نرجع لديك الدار عندهم. با غادي يحس بيا ويشعل عليا الضو مع السبعه ديال الصباح وعنقني وقال لي شوفي يا نهيله انا لحقتك في العافيه وانا غادي نهزك. لا با انا دابا ما بقيتش نتاع راسي راني حامله. لا واخا يكونوا عندك بنتي سبعه ديال الاولاد انا غادي نهزك بسناني. رفض وطلبته باش انه ما يقول لهم والو. قال لي ما غاديش نغوت عليهم ولكن غادي ندوي معاهم غير بالادب حيتاش ماشي من مصلحتك انهم ما يعرفوش لانهم غادي يزيدوا فيه وينكدوا عليك حياتك. قلت له عافاك با ما تقول لهم والو. قال لي واخا. بخرج ومشى مباشره عند نسيبهم اللي هو صاحب با وغادي يسب وغادي يغوت وما قالش ليه با في الاصل وصل لهم هاد الهضره. هو غير نهار وبدا كيفرغ داكشي اللي كان عنده لداخل. حاجه وحده اللي قال ليه قول لهم هي يا اما غادي يحترموا بنتي والا بنتي عمرها ما تبقى ترجع عندهم. رجع بابا وقت الغدا وجات خط راجلي. غير هو خرج بدات خط راجلي كتغوت عليا وتشكي وانتي اصلا ما عندكش الكتاف وكتضرب في كتافها وكتغوت وانتي خايبه وفاعله وتركه ما خلات غير اللي نسات. وانا غير ساكته وحامله من الفوق وكان عندي حامل اللي كان خارج الرحم ما احترمتني ما والو. قالت لي غادي نمشيو دابا للدار عند امي باش نعرفوا واش هذا الشيء بصح ولا لا. الدار اللي كانت حدانا مشينا عندهم انا وامي وبا وصاحبه للدار ديالو. غير انا وقفت بداو كيهجموا عليا. با غادي يوقفهم عند حدهم غادي يدخل صاحب با اللي هو نسيبهم باش يهد الاوضاع وسولني واش انا وهيله ما بغيتيش تسكني معاهم. انا قلت لي ما عنديش مشكل في السكنه انا باغاهم غير يحترموني. شوفي خلينا نديروا حل ما بيناتكم باش ما نفرقوش هاد الوليد على با وانت راكي حامله. غادي يقنع با وبا استسلم. وسط هادشي كله ولدهم اللي هو راجلي ما سيق الخبر لوالو ما كاينش في هاد العالم. غادي يدوي مع اختو باش يقول ليها غادي نصيفط لك الفلوس تعطيهم لنهيله باش تجي. لا ما عندها فين تجي عرفتي علاش؟ اشنو دارت وسبت امك ودارت 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 دوا معايا ودرت المكبر الصوتي في التليفون سمعاتو ماما كيسب. جاوباتو ماما مرق وهو يقطع. با بلوكا امي رفضاتو نهائيا وقالت دابا صافي سالينا. انا ما بغيتش وبديت كنبكي ما بغيتش نتلقب بالمطلقه خليوني عافاكم نرجع انتم نتوما اللي خرجتو عليا. با قال لي غادي نخرج عليك اذا خليتك ليه اما اذا بقيتي حدايا غادي تعيشي مالكه. دازت شي ايام جا هو امو تيطلبو كيرغبو سمحي لي عطيني فرصه واحده اخرى. خو اللي كان كيتهز عليا ويغوت عليا جا تيبوس لي فراسي وفراس با. با غادي قبل ورجعت معاهم. داك النهار راجلي تجاهلني وملمني على حتى شي حاجه. لغد ليه ناض وقال لي اذا باغا تاكلي شي حاجه هبطي لتحت طيبيها. انا ما هبطاش وما بقيتش قاده على ريحه الطياب. جيب لي عافاك شي دانونه. رفض وقال لي عندي لك شرط واحد غادي تهبطي تبوسي على راس امي واخا ما غلطتش في حقها. انا ما هبطش لانه كنت مريضه. جاب لي عشيه وما جاب لي والو وانا كنموت بالجوع وما يمكنش نهبط لانه عندي حمل صعيب وانا مازال باقا غير في 4 شهور. ولكن فاش جاني الجوع اضطريت انني نهبط بالليل ودرت بيضه تسلق في الماء. فاش جيت نطلع عليها لقيت امي طفات لي عليها ما كانش طايبه واخا هكاك والله الا كليتها. با دوا ليا واش كاين شي جديد؟ لا با ما كاين والو. غادي يطلع عندي خوه لباس راس با وراسي وقال لي غادي تهبطي راه فيك النوبه تجمعي الدار. لا ما بغيتش حنا ما درناش النوبه وانا ما هبطاش. خو اللي هو راجلي ما كيدويش حيدو ليا الشارجور نتاع التليفون ديالي باش يطفى ليا وما نبقاش ندوي مع با. فعلا طفى ليا التليفون
وبا كان كل مره بدا كيصوني ليا، غادي يلقى تليفوني طفى بدا كيتخلع ويصوني ليهم فين هي بنتي، بغى غير يسمع صوتي. خو قال لي غادي نعطيك نوكيا في يديك، التليفون ديال بصمات ما عندك ما ديري به، وغندير لك 5 ديال الدرهم ديال الروشارج وغادي تدوي مع باك قدامي. راجلي ما قادش يدوي وما قادر يقول حتى شي حاجه. باختصار مفيد الاحداث كثيره، خو راجلي غادي يجمع معايا بزوج صرفيقات حتى تحت الارض. وما بقيتش عقلت، وجهي كله دمايات وضربني في ذاتي وانا حالتي كنبكي. هما هبطوا لتحت داروا اجتماع ما بيناتهم، وما يطلعوا عندي وقالوا لي باك راجي في النهار الفلاني، وغير كذبوا عليا باش انا نبرد معاك. كنت كنغوت وكنقول لهم بغيت غير بابا بحال شي بنت صغيره. بالليل جا راجلي وصل الليل وانا مازال كنشاق بالبكا. جا راجلي طلع عندي طاح لي على رجلي بدا يبكي عليا ويطلب مني السماحه. عمرني ما نعاود، انا حمار نهيل، انا حمار غسمحي ليا، وانا راني تنبغيك وربيت عليك الكبده غير هاد الخطره. الله يرحم ليك الوالدين، دير لك اللي بغيتي. انا ما فهمتش علاش دار هذاك الشيء، واش خاف نمشي عند البوليس؟ ما عرفتش علاش دار داك الشيء. لغدي جبا تخيلوا ومع الجدارميه دقوا الباب وتصدموا بشنو دار ليهم با، حيتاش با فاش شاف بلي انا وتقطعوا اخباري وما بغاوش يجاوبوه قال شي حاجه وقعت لبنتي. جاب با المخزن وغادي تمشي معنا خط راجلي وراجلها لا بريكاد، وخوه تبعنا حيتاش زعما هو في الامن عنده المعرفه وغادي يبدا يتشفى فيا. بابا تيعنقني راني ما واكلش لدابا حيتاش كان عند بالي بلي انهم قتلوك ولا غبروك، وحسيت بالذنب. جيت لدارنا وانا مريضه حالتي، دخلت لبلاصتي واحد الراحه نفسيه بحال شي جبل ثقيل حيدتو عليا. تنفست وارتاحيت وطاحت عليا امي وطلبت مني السماحه. والديا تبدلوا معايا بزاف وضموني وجروني لعندهم وداروا معايا المستحيل. وليت كنحس براسي مزيان واخا كنهز الهم داكشي اللي فكرشي كيفاش غادي نكبر بوحدي. غادي نطلع ونهبطوا في المحاكم وكيقول لهم انا ما بغيتش نطلق، ولكن انا كنت مصر على الطلاق. مشيت عند واحد المحامي غير نستشر معاه، قال لي اسمعي يا بنتي غادي نتكلف لك بكل شيء، واخا كان محامي اللي هو كان خاص ماشي ديال الدوله، حيت بقيت فيه وتعاون معايا بلا ريال بلا زوج. قال لي غادي تحيدي الطلاق دابا حتى تولدي، حيتاش يقدر ينكر ولده وما يقدرش يتحط في الحاله المدنيه. اقنعني، وكانت انا داك بقى ليا جلسه وحده باش نطلق، رفضته حتى وصلت لشهر الثامن. غادي ندوز، وقالوا لي صافي راكي واصله فيك العظم، بنادم يقدر يعيش يقدر لا بسبب الاعصاب والسكر اللي جاك. المهم تعذبت عذاب واحد اخر من نوع اخر في هذه المدة. عمرو ما جادك لي مسمى برجلي أنه يطلع ليا ولا يعرف خبار هذا الشيء اللي فكرشي، مع العلم أنني رفضت الطلاق. تليت في صلاتي وبديت كنشوف فيديوهات اللي هما إيجابيين وكنطلب الله ونذكر، مع العلم أنني كنت بعيدة على طريق مولانا. زاد شي أيام من بعد غادي نولد وليد اللي غادي ينور لي حياتي كلها، غادي نهز ولدي ما بين يدي وغادي ننسى كاع داك العذاب اللي داز عليا، لدرجة أنني فكرت نرجع لراجلي على ودو باش ما نبيش بشي نقص. حسيت بلي الداخل ديالي تغسل من الكراهية اللي كانت في قلبي من جهتهم. حسيت بلي أنا الدنيا زيانت في عيني. جيت لدارنا وعائلتي فرحوا بيا وبولدي، وواحد الإحساس اللي كان هو زوين. من بعد شهرين على ولدي غادي يجي راجلي وهو أخته وعمته، وغادي ينفجر عليهم با سيروا بحالكم، علاش حتى لدابا رفض با أمي أنهم يشوفوا ولدي وأنه حرام عليهم. من بعد 6 شهور اختو قلبت على مرتي، مرضتني بهضرتها، خصك تصبري على الدل، خصك تقبلي كلشي على ود ولدك، ما تحرميش ولا هذه وهذا. تقنعتني، مشيت عند والديا بعيني مغمضين، بقيت عليهم بغيت نرجع مع فلان. بوقف شاف عيني وقال لي شوفي انهيله غادي نقول لك زوج كلمات تختاري ما بيناتهم، يا انا يا هو، في الاخير غادي نختار با، حيت عارف با بلي انا دوك الناس ما غاديش يستسلموا وما عمرهم ما غادي يكتفيوا في انهم يعذبوني. عائلتي هزوني بسنانهم وولدي ولدهم. هاد الايام غادي تقدم لي واحد الشخص اللي هو ميسور من عائلتي وباقي صغير وبعقله وما فيهش ليه مزوج. انا اليوم ولدي كمل عام ونص ومازال ما طلقش حيتاش ما عرفش شنو غادي ندير. بوت ولدي ما تيصرفش على ولده واخا ميسور الحال، وانا ما بغيتش ندخلو الحبس واخا تيقول لي انا ندخل الحبس وما نعطيكش صالير في يديك. انا تنشوف حتى تنعيو تنقول مره نرجع ليه، مره كنقول لا ما غاديش نرجع للعذاب اللي دوزو عليا. اللي غادي يكون بطل في هذه القصه كلها هو بابا اللي وقف معايا واخا غلط وفرض السلطه ديالو، ولكن غادي يعتقني وماشي من النوع اللي غادي يقول لي قبلي على الدل. تيعامل لي ولدي احسن منا. با انسان اللي هو بسيط لكن على قبلي وقف كيسبع في وجه دوك اللي بغاو يدمروني واللي حسبوا فراسهم عندهم سلطه. انا بغيت نقول للناس بلي ما تستسلموش، ولا كنتو باغيين تطلقوا وكيبان لكم بلي انه هذا هو القرار الصحيح، ديروه بعينكم مغمضين، لانه من هنا غادي تبدا تبني صفحه جديده من حياتك، خصوصا اذا كان والديك بجنبك. وهذه هي كانت حكايتي.
وهذه كانت حكايتنا الليلة، حكاية نهيلة. عندي واحد الرأي خفيف، غادي نخلي لكم أنكم تعلقوا على هذه الحكاية، تخليوا الرأي ديالكم لها، تقولوا لها اللي بغيتوا. ولكن قبل أنا بغيت نقول لها بلي أنا إذا مازال ما درتيش طلاق اتفاق وما سنتيش عليه، أنا في نظري بلي أنه خاصه يصرف على ولده وما تسمحيش على هذا الحق. سمحي على حقك إلا بغيتي، ولكن ولدك لا، لانه واجب ديالو. ما عشتيش معاه شي حاجه زوينه باش انه تسمحي ليه اليوم، خليه يتحمل العواقب نتاع اي حاجه. هذا كان الراي. يقدر نتوما يا متابعين يا كرام يكون عندكم شي راي واحد اخر، لكم الحريه في التعبير بكل طيبوبه كيف عودتونا. وهذه كانت حكايتنا الليله، كنتمنى ان نكون ونستكم، دوزتوا معايا وقت زوين واستفدتوا خصوصا من هذه الحكايه اللي كيف ديما تنقول لكم حكايات للعبره وليست للفرجه. دمتم في رعايه الله وحفظه يا احباب قلبي، نتلاقاو بعد غدا ان شاء الله. سلام سلام.